إذا أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي الكرام في كل مكان، نرحب بكم من قلب العاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس. طبيعة الحال المعرض الوطني للجلد في نقاطه الثانية أكيد ينطلق الآن فعاليته، أكيد هنا حضور مسؤولين وشخصيات طبيعة الحال مدنية سياسية ومجموعة من الشخصيات على مستوى مدينة فاس. أكيد كما كتشاهدوا معنا انطلاق بعض لحظات انطلاق الرسمي للمعرض، إذا قلت من 5 إلى 14 يناير كاين في مدارات الكتاب بطبيعة الحال بعض لحظات وصول الوفد الرسمي من أجل إعطاء انطلاق هذا المعرض الوطني للجلد بشراكة. يعني كنشوفوا يعني مجموعة من المؤسسات اللي كانت تسهر على تنظيم هذا المعرض الوطني أكيد في نسخته الثانية. إذا الشعار المرفوع هو قطاع الجلد ركيزة أساسية، ماضي مشرق ومستقبل يحتاج لتنمية أكثر. إذا هذا هو الشعار المرفوع أكيد متابعينا ومشاهدينا الكرام. إذا قطاع الجلد ركيزة أساسية، ماضي مشرق ومستقبل يحتاج لتنمية أكثر، هذا هو الشعار مرفوع أكيد. إحنا كنتواجد معكم أكيد هنا بقلب مدينة فاس، المعرض الوطني للجلد في دورته الثانية يرى النور وتنطلق فعالياته في هذه الأثناء متابعينا الكرام. أكيد المعرض غادي يستمر من 5 من هذا الشهر إلى 14 يناير بعد لحظات وصول الوفد الرسمي بطبيعة الحال. إذن كتشاهدوا تم تجهيز الساحة يعني ديال المجاورة لمدارات الكتاب من أجل استضافة هذا المعرض الوطني للجلد. غنقربكم من كل لحظة وصول يعني الوفود، غتبقاو معنا بتقنية البث المباشر أكيد لتقربكم من فعاليات. أكيد الأحوال الجوية كتشاهدوا معنا السماء غائمة وتساقطات مطرية اللي عرفتها المدينة أكيد أمس واليوم، فالحمد لله وشكرا على هذه الخيرات اللي كتعرفها بلادنا في كل المناطق. إذا هنا السلطات الأمنية أكيد في تنظيم محكم كما العادة، قايمة بالواجب ديالها، رجال الأمن والوقاية المدنية، القوات المساعدة، السيد الباشا، السيد القائد، كل السلطات يعني حاضرة وقايمة بالواجب بطبيعة الحال الوطني والمهني. بعد لحظات وصول الوفد الرسمي من أجل إعطاء انطلاقة كنتواجدوا في الساحة عاد بلاتي غادي ندخلوا معكم إن شاء الله للمعرض. شوفوا الأروقة اللي كاينة، غنقربكم من الأجواء أكيد. لا زالت الاستعدادات متواصلة من أجل الانطلاقة بعد لحظات. الكل ينتظر حضور الوفد الرسمي من اجل اعطاء انطلاقه بطبيعه الحال متابعينا ومشاهدينا الكرام. كما كتشاهدوا معنا الامور يعني مقاده في امان الله، الترتيب والتجهيز ديال هذا المعرض للوسائل اللوجستيكيه والماديه والبشريه اللي تم وضعها من اجل انجاح النسخه الثانيه من المعرض الوطني للجلد بطبيعه الحال تحت شعار قطاع الجلد ركيزه اساسيه، وماضي مشرق ومستقبل يحتاج لتنمية أكثر. إذا يعني الرسالة واضحة، خاص المستقبل ديال قطاع الجلد يكون مستقبل يشمله تنمية أكثر، يعني بشكل واضح قطاع ديال الصناعة التقليدية للجلد ولا النحاس ولا مجموعة. كنشوفوا المعارض الآن الحمد لله، ولا كل قطاع عنده معرض ديالو، عنده مهرجان ديالو، عنده يحتفل به. فنشوفوا ونبقاو مع الفرقه اللي كتقدم تحيه لهم كذلك. غنسمعوا قبل الانطلاق بعد لحظات اكيد معكم دائما في بث مباشر. We'll be right back.
اذا كنعاود نذكر بان المعرض غينطلق اليوم 5 في الشهر الى بطبيعه الحال 16 من هذا الشهر. الدخول بالمجان ممكن للكل يستافد ويجي يشوف المعرض ديال الجلد. اكيد الموقع هو مدارات الكتاب شارع محمد السادس. إذا في هذه الأثناء بعد لحظات متابعينا ومشاهدينا الكرام وصول الوفد الرسمي أكيد هنا المعرض الوطني للجلد في دورته أكيد الثانية هنا بقلب العاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس. فأكيد غنبقاو مواكبين معكم ووصول مجموعة من الشخصيات المدنية أكيد كذلك غنبقاو مواكبين معكم كل كبيرة وصغيرة بعد لحظات وصول الوفد الرسمي لإعطاء الانطلاقة الرسمية لابواب المعرض الوطني للجلد. غندخلوا معكم حتى للمعرض وتشوفوا شنو كيتعرض. اكيد نتمنوا الصادقين باش لان تعطيو واحد الناس ديال فاس يجيو لهنا يزوروا يعني المعرض. الدخول راه مجاني. اذا كتشوفوا الان الكل كيستعد من اجل استقبال الوفد الرسمي. كتشاهدوا معنا حنا نبقاو معكم بتقنيه اللايف اكيد بدون مونتاج من اجل تقريبكم من كل كبيره وصغيره والاجواء اكيد كما هي بدون اذا كتشوفوا الاستعداد من اجل استقبال الوفد الرسمي. بعد لحظات السيد الوالي غيكون حاضر مجموعه من الشخصيات اكيد هنا على مستوى مدينه فاس. انتم كتشاهدوا الاستعدادات اكيد والكواليس قبل الانطلاقه الرسميه بعد لحظات اكيد. كتشاهدوا كذلك عمده فاس اكيد حاضر هنا بالمعرض الوطني للجلد في دورته الثانية. إذن بعد لحظات سيتم استقبال الوفد الرسمي من أجل إعطاء انطلاق لفعاليات المعرض الوطني للجلد في دورته الثانية بطبيعة الحال. كما كتشاهدوا معنا في بث مباشر بعد لحظات وصول الوفد الرسمي وغندخلوا معكم اكيد لرواق المعرض من اجل تقريبكم من المنتوجات ديال الجلد المعروضه هنا. صناع تقليديين اللي كيبدعوا في الصناعه ديالهم في قطاع الجلد. هنا كتشوفوا الكواليس كما كتشاهدوا معنا احنا معكم دائما في بث مباشر متابعينا ومشاهدينا الكرام من قلب العاصمه العلميه للمملكه بعد لحظات انطلاق الرسميه للمعرض الوطني للجلد اكيد في دورته الثانيه بحضور شخصيات مدينه فاس بطبيعه الحال كما كتشاهدوا معنا متابعينا ومشاهدينا الكرام.
أجواء شتوية بامتياز بمدينة فاس، رياح وكذلك سحاب، وكانت تساقطات مطرية أمس. غنخلو معكم اكيد لرواق مختلف أرواق من اجل الاطلاع عليها بعد ما يتم استقبال الوفد الرسمي بعد لحظات متابعينا ومشاهدينا الكرام. دائما معكم في هذا البث المباشر متابعينا ومشاهدينا الكرام، نحضر معكم في المعرض الوطني للجيد في دورته الثانية بعد قليل انطلاق الرسمي اكيد للمعرض. لأن الكل ينتظر الوفد الرسمي من أجل استقباله وإعطاء انطلاق لهذا المعرض الوطني للجلد في دورته الثانية أكيد متابعينا. شعار الدورة هو قطاع الجلد ركيزة أساسية، ماضي مشرق ومستقبل يحتاج لتنمية أكثر. فغينطلق اليوم وغي السمر إلى حدود 14 يناير المقبل بالساحة المجاورة لمدارات الكتاب حي طارق فاس. لدينا استنفار أمني كبير قبل وصول الوفد الرسمي بعد لحظات متابعينا الكرام. بعد لحظات أكيد كما قلت وصول الوفد الرسمي من أجل إعطاء انطلاقة للمعرض الوطني للجلد في دورته الثانية هنا بقلب مدينة فاس. غادي ندخلوا معكم الأروقة ونقربكم الأجواء أكيد والمنتوجات المعروضة هناك. كنقول بأن الدخول مجاني، ممكن أنكم تجيو بالمجان تستمتعوا يعني من 5 ل 14 في الشهر. احنا في انتظار الوفد الرسمي اكيد احنا معكم دائما في بث مباشر. قربكم الموقع. اذا مدارات الكتاب غادي يتم اعطاء انطلاقه بطبيعه الحال وبعد لحظات تكون انطلاقه، واكيد حراسه وعمل مجهودات ديال رجال الامن عمل جبار متواصل. نوجه الشكر الجزيل لرجال الامن على المجهودات الجباره. بعد ما يتم اعطاء انطلاقه رسميه غيتم السماح للحضور باش يجيو اكيد من اجل الاستفاده ومن اجل يعني اكيد الحضور وزياره الاروقه ديال المعرض الوطني الجديد في نسخته الثانيه. اكيد السلطات الامنيه فقيمه بالواجب تحرص على تامين السير المحكم ديال هذا المعرض اكيد
فألف شكر لهم مرة أخرى على المجهودات الجبارة المبذولة. إذا متابعينا نواصل معكم بعد لحظات وصول الوفد الرسمي. كتشوفوا الكل ينتظر يتم إعطاء انطلاقة رسمية والسماح للزوار من أجل الدخول وزيارة الأروقة ديال المعرض الوطني للجلد. أكيد شخصيات مسؤولين سياسيين مدنيين الكل هنا يعني بطبيعة الحال فاعلين مدنيين أيضا الكل هنا ينتظر بعض لحظات إعطاء الانطلاقة الرسمية للمعرض. أكيد غادي نقربكم من كل كبيرة وصغيرة بدون مونتاج وغنبقاو معكم بتقنية اللايف. غندخلوا معكم حتى الأروقة ديال المعرض. إذا كتشوف الكل ينتظر أكيد بعد لحظات وصول الوفد الرسمي من أجل إعطاء انطلاقة للمعرض والسماح للزوار ب يعني زيارة الأروقة. إذا لحظات قليلة تفصلنا على وصول الوفد الرسمي. شاهدوا معنا الاستعدادات. كاين الصوت مزيان الصورة والصوت. عطيونا الإشارة ديالكم من خلال التعليقات. الصوت كاين مزيان. عطيوني إشارة الصوت خوتي باش هكذا غادي نواصل معكم التغطية المباشرة بدون انقطاع. شكرا جزيلا أبو عمران. شكرا مرحبا خويا. سي سعيد نعم مدارات الكتاب هنا على مستوى حي طارق. الصوت والصورة جيدة. شكرا دباب. شكرا جزيلا. أكيد غيتم إعطاء انطلاقة رسمية بعد لحظات والسماح للزوار باش يدخلوا ويزوروا الأروقة ديال المعرض ويكتشفوا كذلك الصناعة التقليدية ديالنا. أكيد الصوت واضح. شكرا ناجيب. شكرا لكل كذلك حضور السيد عمدة مدينة فاس أكيد فهو حاضر. الصوت جيد. شكرا. شكرا جزيلا للتفاعل ديالكم. إذن في هذه الأثناء متابعينا لحظات قليلة تفصلنا على وصول الوفد الرسمي. نعم لربما والد هذا التحطيم البث المباشر. قلت المعرض غادي ينطلق اليوم بمدينة فاس غيستمر إلى يوم يعني من 5 في الشهر اللي هو اليوم إلى 16 من الشهر. كيتم فيه عرض المنتجات ديال يعني الصناعة التقليدية الجلد يعني هو المعرض الوطني للجلد في الدورة ديالو الثانية. دخول راه بالمجان. الموقع ديالو راه مدارة الكتاب هنا. أكيد غيكون متاح. فين كان معارض أخرى كان المعرض الناجح بامتياز ديال الأبواب المفتوحة ديال الأمن الوطني اللي كان ناجح هنا ومرت يعني ذكريات خالدة غتبقى في التاريخ. النسخة الناجحة ديال المعرض ديال الأمن الوطني اللي كان في هذا الموقع هذا. فالآن يتم إعطاء انطلاقة ديال المعرض الوطني للجلد. الآن كتشاهدوا المنتخبين والسياسيين والجمعويين يصطفون هنا من أجل استقبال الوفد الرسمي اللي غيعطي الانطلاقة بعد لحظات. أكيد إذا الحالة ديال الاستنفار ديال الرجال الآن في الأثناء غيوصل الوفد الرسمي من أجل إعطاء انطلاقة بطبيعة الحال متابعينا ومشاهدينا الكرام. إذا الوصول الآن في هذه الأثناء متابعين. والي أمن فاس أكيد يصل في هذه الأثناء متابعينا ومشاهدينا الكرام. السيد والي أمن فاس يصل في هذه الأثناء. وصول والي أمن فاس أكيد سي علاء وحتيت أكيد اللي سهر
وشخصيات عاد والسيد والي جهه فاس مكناس في هذا الاثناء كما كتشاهدوا معنا. السيد والي امن فاس مشكور، كذلك السيد والي جهه فاس مكناس. إذن السيد والي جهة فاس مكناس، كذلك السيد العمدة، السيد والي أم فاس، الكل حاضر. كما كتشاهدوا معنا كما كتشاهدوا معنا طبيعة الحال الوالي جهة فاس مكناس سوف يعطي انطلاقة الرسمية للمعرض الوطني للجد في نسخته الثانية أكيد هنا بقلب مدينة فاس. كما كتشاهدوا معنا دائما السيد
إذا متابعينا كما كتشاهدوا معنا دائما شخصيات وازنة بمدينة فاس، السيد والي جهة فاس مكناس، السيد والي أمن فاس، السيد رئيس الغرفة الصناعة التقليدية، كذلك السيد العمدة كيعطيو انطلاقة ديال المعرض الوطني للجلد في نسخته الثانية.
جولة متواصلة من دون المصنعات الجديدة لتأسيس